في ظهورك حتى في الصحافة وفي الميديا، هل انت من اعداء الميديا؟ لا خالص، انا مش من اعداء الميديا ولا حاجة والله. انا لما بيبقى عندي شغل بظهر زي دلوقتي اهو، شفتي انا يعني موجود اهو، بس لما بيبقى عندي حاجة وانا حقيقي الفترة اللي فاتت كنت مختفي، بس لاني كنت بشتغل على حاجات تانية، بشتغل على ان انا بكتب فيلم، عندي كنت بتعلم حاجات، بتعلم فيلم ميكنج بس، فده دي الحاجات الجديدة يعني.